خارج المملكة هي فكرة يعني أتت من خلينا نقول آخر 5 سنوات. كيف شايف إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبشكل عام المستوى الفني بالنسبة للفرق التي ستشارك في هذا الكأس؟ طبعا أشوف أنها مناسبة، يعني أول شيء طبعا الإمارات يعني بلد غالي جدا علينا في السعودية وأحبائنا وإخواننا، وما نحس أنه بلدنا، وإقامته في أبوظبي، وأنا طبعا لي ذكريات في أبوظبي لما جاء موضوع الكوفيد، قضيت فترة جزء كبيرة من فترة الحجر في أبوظبي، وكنت أمشي كل يوم، ويعني وعندي ذكريات جميلة في الإمارات، فأنا أعتقد أنها مناسبة ممتازة. وفي العيد يعني جزء كبير من السعوديين بيعيد هناك، فأنا أعتقد أنها مناسبة كبيرة، والفرق اللي مشاركة تقريبا يعني فرق كبيرة بالمرة، وإن شاء الله أن يعني الفوز يكون من نصيب الهلال، وخاصة أن الهلال أعتقد أنه بعدها ب7 أيام أو 6 أيام برضو بيلعب مباراة ثانية في العين، فيعني حيكون اللي بروح يعيد هناك ويشوف المباراتين يعني إن شاء الله حيكون حيقضي وقت ممتع وجميل إن شاء الله.